هذه الصورة الأصلية، تمام؟ شوف الصورة الأصلية، مش لما أقول 255 شو جدي المكمل؟ إيش معناته المكمل؟ الأسود يرجع أسود، الأبيض يرجع أسود، يعني عفوا الأبيض يرجع أسود والأسود يرجع أبيض والتحويلات. فشوفوا دي كيف بترجع، شوفوا كيف بتكون بعد المكمل. ها ركزوا، ها الكل يركز، هذه الصورة تمام؟ شوفوا هذا الشكل، ركزوا لي على هنا، المفروض يرجع أسود كثير. ها يرجع أسود كثير، طيب شوفوا لي ده الأسود الكثير المفروض يرجع أبيض. ها بتشوفوا كيف أبيض؟ طيب شوفوا لي هذا يلا أسود كيف بيكون قبل المكملة؟ كيف بيكون؟ أبيض، تمام؟ هذا الصورة وهذه حقها المكملة. عن طريق إيش من قانون؟ بعمل 255 ناقصا أكثر عن نفس الكود اللي وريتكم أني، واضح؟ يحدث العكس في اللون. يحدث، أيوة بالضبط، يحدث عكس اللون. فالآن إيش بعملها؟ هذا حق البلوت، لما رسمت البلوت طلع معك هذا البلوت. ها سوسن، هذه الكومبليمنت اللي احنا نستخدمها بتكون بالباينري فقط، اللي هو الأبيض والأسود اللي فيه بلونين فقط. لا، بكل الألوان، بكل الألوان، سواء الأبيض سواء الأسود سواء الجري عادي، بس هو أصلا يطلع لك ألوان مختلفة. بس احنا لو كان معنا صورة ملونة صعب ان احنا نوجد حق المكمل صراحة، فأسهل لنا أيوة ان احنا صعب يعني. آه لا. وبعدين شو أقول لكم شيء، انتم كميديكال ايميج بروسينك، يعني كصور طبية، هل انت تشوف بالصور الطبية حاجة ملون ولا تشوف ابيض واسود؟ أبيض أسود ابيض واسود، أبيض لذلك أسود بس ايوه، لذلك احنا قدروا على نفس المجال، ما بنضطرش نعمل ملون، ما نحتاجوش، وحقنا الميديكال ايميج بروسينج ما نحتاجش الملون، فبنمشي على نفس التكنيك، تمام؟ انت كمان لما تقرب بالمعمل قرب على صور ملونة، بتحصل اختلف اللون، بس مش سهل انك يعني، لانه احنا صعب ان احنا نحدد، لانه في معك الوان كثيرة، يعني تخيل تدرجات لما تدمج ابيض، يعني تدمج اخضر مع اسود، مع يعني معك ار جي بي، لما تدمج مثلا الجرين مع الريد او مع البلو، يعني يطلع لك الوان مختلفة. فلا اقول لك ان احنا ميديكال ايميج خلاص على هذا الصور، خلاص بالضبط، خلاص اتضحت. انتقل على الصورة اللي بعده، تعال شوفوا لي الان، نجي نشوف الان، هذه قيمة وهذه قيمة ثانية، فهذه ايش؟ شوفوا هذه القيمة حقه، يقول لك كلما كان أقل 128، شوف اللي أقل من 128 إيش عمل له، ولما كانت أكبر من 128 إيش عمل له. شوفوا بالمرحلة الأولى، شوفوا المرحلة هذه، ها اللي كانت أقل من 128 إيش عمل له، شوفوا الأوتبوت، هذه الإنبوت، تمام؟ هذه الإنبوت، لما قال لك أقل 128، كيف لما رجعه كذا معناته إيش عمل له؟ زود للإضاءة، صح؟ المفروض تبقى أسود. أيوة المفروض زود للإضاءة. هنا قال اللي أكبر من 128 إيش عمل له؟ أيوة، فهنا يقول إذا، فهنا يقول أي نقطة هذه مثلا، هذه تمام، أي نقطة أقل من 128 أقل من هذه بيضة، زودها للأبيض. وهنا قال أي نقطة أكبر من 128 إيش بتعمله؟ وديها لجهات الأسود. فشوفوا هنا راحت للأبيض وراحت للأسود. طيب كيف الكود حق هذا؟ شوفوا هنا طبعا أنا ما بشرح لكش هذا بشكل مفصل، بس اعرف إنك تعمل 255 ناقصا إكس هي المكملة، بس هذا نشرحه للحاسوب، أنت ما بشرحوش، مش عليك. طيب باقي على حاجة تسمى الهيستوغرام، لحد الآن كلامي واضح؟ هاي السنة الثانية ثالث، لحد الآن كلامي واضح؟ نص نص طيب في حاجة تسمى 128 ها، هاي سوسن، أكبر من دكتور، لما تكون الآن أكبر من 128 يعني إن هي مائلة إلى الأبيض، المكملة حقها بتكون الأسود، يعني نغمق الصورة بالضبط والعكس. بالضبط، أنا لأنه لما قلت له أقل 128 يجيب حق المكمل، فالمكمل حقه يرجع للأبيض، وهنا لما كانت أكبر من 128 يجيب له حق المكمل فرجعت أسود، فلما كان أسود مع أسود زاد السودة، هنا كأبيض مع أبيض زاد البياض، تمام؟ وضحه؟ ايوه وضحها. ما بشرح لكم هذا الكود، هذا نشرحه للحاسب، أنتم لا.
خلينا نجي على، لانه هذا تخصصهم اصلا، الحاسبهم تخصصهم انهم يبرمجوا ويعمل لكم الاداه لكم انتم، يا فيزياء طبيه ولا عليكم تتعبوا، اصحاب الحاسوب هم اللي بيبرمجوا الاداه ويجيبوا لكم، انتم ما عليكم الا بس كيف تستخدموها وتفهموا انه في حاجه زي كذا وكيف استخدمها الاستخدام الامثل. تمام. طيب نجي على الهيستوغرام، في حاجه تسمى هيستوغرام، ما هو هذا الهيستوغرام؟ طبعا انت الهيستوغرام تحتاجه بالصور الطبيه، احيانا لما تيجي تحصل انه اللون مكثف بمنطقه ومش مكثف بالثاني، فنستخدم له هيستوغرام. اول شيء ايش معناته الهيستوغرام؟ يقول لك الهيستوغرام of a grayscale image is a graph indicating the number of times each gray level occurs in the image، يعني كم عدد المرات اللي بالصوره مثلا، كم عدد المرات اللي كان فيها gray، كم عدد المرات اللي كان فيها white، كم عدد المرات اللي فيها black، يعني فكل نقطه، كل نقطة مثلا نقطة صفر البلاك كم فيها مرات، كم نسبة الأصفار الموجود بالصورة، وهكذا. هذا هو الهيستوغرام. طب بوريكم كمان، شوفوا هذه الصورة، من أقل صورة في، من أقل رقم أكيد بتحصل صفر، وأعلى قيمة 255 أكيد لكل صورة. فشوفوا كيف حق الهيستوغرام، هذا الهيستوغرام أقل واحدة صفر وأعلى واحدة 255. فهنا هو ايش شاف؟ ايش القيم الكثير اللي تكررت؟ القيم اللي تكررت كانت بهذه المنطقة أعلى تكرار. فشوفوا هنا، هل تشوفوا هذا فيها أسود كثير؟ هل في أسود أسود؟ ما بلا حاجة بسيطة هنا تحصل، حاجة بسيطة هنا، وهل تحصل حاجة أبيض أبيض مرة ناصع؟ حاجة بسيطة هنا، هذه الطفرة اللي هنا قليل، هنا قليل، حاجة بسيطة هنا قليل، أبيض أبيض، البقية عبارة أنت بتحصل كثير قريبة من الوسط، صح؟ مثلا هذا نفس اللون قريبة من الوسط، صح ولا لا؟ فهذا كيف بيكون الهيستوغرام حقه؟ هكذا، شوفوا أكثر شيء قريبة من 100، أما الأبيض المرة والأسود المرة كان قليل، فهذا معناته مثلا كم عدد التكرارات، يعني كم نسبة بالصورة كلها كان عدد تكرارات هذه القيم. وضحت الهيستوغرام إيشو؟ واضح؟ أو يعني كأنه نظام يبين كم عدد المرات اللي تكرر فيه باللون. بالضبط، بالصورة كلها، تمام؟ على أساس إحنا نقدر نشوف اللون وأنا متمركز. الآن لما أشوف هنا أشوف إن أغلبية الصورة كانت هنا، تمام؟ واضحة؟ طيب دكتورة مثلا إيش استخدامات هذه؟ هذا إيش استخداماته؟ أنا بقول لك الآن مثلا قد الصورة تكون اللون مركز مكان معين ومهلش على كل الصورة، فنحتاج إن نخلي اللون يتوزع على الصورة كلها، بحيث مثلا هذا اللون مثلا شيء نوحده للصورة كامل. بجيب لك الآن مثال، تمام؟ أفتهم لك أول شيء هذا، أفتهم لكم أيوة الآن، تفضل. بجيب لك مثال وأنا بستخدمه الآن. شوفوا أول شيء، شوفوا هذا أول استخدام للهيستوغرام. أول شيء شوفوا هذا، وين بتحصلوا حق اللون مركز؟ لقينا بإيش؟ برافو عليكم، لقينا بالأسود. وهنا تشوفوا اللون حقه وأنا موجود الأبيض في بالأسود للأيوة. شوية والرمادي، بس الأبيض أعلى قيمة. أيوة برافو عليكم. الآن شوفوا هذا الهيستوغرام حق هذا، فأغلب أسود ولا مش أغلب أسود؟ لا أسود غامق. أيوة. فشوفوا هذا، مش قلتموا لي للأبيض وفي شوية أسود؟ هذا حق هذه الصورة. فعن طريق الهيستوغرام أقدر أبدأ أقول إيش من لون بيكون متمركز كثير، تمام؟ وضحه؟ أيوة واضح. هذا واحد يا سوسن. عاد بقي لك الآن حاجة ثانية، هذا الاستخدام الأول للهيستوغرام، يعني أقدر أتوقع الصورة كيف بتكون، هذا أول واحد. ثاني واحدة، أول شيء هذه كيف قبل ما أجي لك الاستخدام الثاني، شوفوا كيف وجدنا هذه كيف طلعناها، كيف بنرسم هذه الهيستوغرام. وبعدين بقول لك المثال الثاني وأجيبك كمان على سؤالك. شوفي هذه الصورة اسمها بداخل ماتلاب بوت دوت تيف، الصورة هذه اسمها بوت دوت تيف، امتداد التيف. فلما نقول لها امري تقرأه، فقلنا فيجر ام شو اكس، فجبت لي هذا الفيجر وعرضت لي الاكس. بعدين ايش قلت فيجر بفيجر ثاني هذا ام هيست اكس، ايش معنى ام هيست اكس؟ اعرض لي الهيستوغرام. فكلمة ام هيست هي دالة تعرض فيها الهيستوغرام للصورة، فلما قلت له ام هيست اكس ظهر لي الهيستوغرام حق هذه الصورة، حق هذه. ولما عملت له اكس تايت، ايش معنى اكس تايت؟
على أساس ما يضبط لكش من صف ل 255، يضبط لك لآخر شي الصورة تكررت، لأن الصورة قد تكرارها. إحنا هنا التكرار مش معناته القيمة، هنا معناته كم تكرره مرات، فقد يكون مثلا القيمة صف تكررت 2000 مرة، ليش لا؟ فبالتالي معناته لما أقول لك أكسس تايب معناته مش للصف ل 255، لا لآخر رقم، يعني ضبط لي حسب الرقم اللي طلع الفعلي، حتى لو كان 10000 ضبط لي لغاية 10000. واضح لهنا؟ واضح يا ثالث؟ أيوة. طيب هذا الاستخدام الأول. نجي الاستخدام الثاني يا سوسن، لتستخدم الهيستوغرام وين الاستفادة منه؟ طيب شوفوا لي هذه الصورة كيفها؟ طبعا هذا حق الهيستوغرام، هذه الصورة هذا حق الهيستوغرام، كيف تشوفوها؟ رمادية زي الضبابية رمادي شوي، يعني والله مش أيوة. واضحة. من اللي بين لك إنه رمادي؟ من الصورة نفسها ولا من الهيستوغرام اللي قرأته بشكل سهل؟ يعني من الصورة، الهيستوغراف يعني أوضح هل من أكثر. الصورة، هل من الصورة تقدر تبين بدقة وين كان البكسل متمركز؟ لا بالهيستوغراف أفضل، لا أسهل.